أبو بلال هذا سجنه الوالي زياد قبل، طبعا قبل وفاة بفترة، سجنه الوالي عبيد الله بن زياد في جماعة من المسلمين، فرأى السجان اجتهاده، هذا أبو بلال يصلي، كان كثير الصلاة، شيء ناس كذا تحصله في السفر يصلي، في البيت يصلي، راح ضيف يصلي، شيء عجيب يعني، شيء هناك نفوس تحصل شيء ناس لا يترك المصحف، مسافر في الطائرة يقرأ القرآن في كل مكان، تحصل مصحف معه، حتى لو راح رحلة في السيح تحصل شال المصحف يقرأ شوي. وقد وجدت أناسا بهذه الصورة، مرة رحت عزاء، رحنا يعني نحضر جنازة وتأخرت الجنازة، واحد من إخواننا معروف بقراءة القرآن، معروف طول الليل ماسك المصحف يقرأ طول الليل، معروف يعني بقراءة القرآن، وهو من أهل هذه الولاية. شيء ناس أيضا تحصل هناك عبادات يحافظ عليها بعض الناس، حصل شيء إنسان لديه تسابيح وأذكار طول الوقت يحافظ على الأذكار، شيء ناس يحافظوا على قيام الليل، شيء ناس يحافظون على صلوات الضحى، شيء ناس يحافظون على الاستغفار، هذه يعني عبادات جميلة يعتني بها الإنسان. هذا أبو بلال كثير الصلاة، سجن وكان يصلي، قد رأيت أناسا من هذا القبيل يصلون حيثما كان. فالسجان استغرب من كثرة هذا الإنسان يصلي، يعني هذا ما طبعا الحراس في السجن يتوقعون أن المسجونين، الأصل في الإنسان أن إذا سجن ويش مجرم سكار لص، الله يعزكم يعز السامعين يعني، لكن هذا الشخص ما الصلاة كيف يعني. فقال السجان: إن تركتك تبيت عند أهلك أترجع؟ يعني شاف أبو هذا السجان رأى أبا بلال يعني إنسان صالح ليس من الإجرام والخيانات، فقال السجان لأبي بلال: إن تركتك تبيت مع أهلك أترجع؟ يعني إيش رأيك في الليل سير بات مع أهلك وتعاد الصبح؟ قال: نعم، سير فرصة راح مني يعني، ما هذا شكله ما مال سجن يعني، ما حرامي ما لص ما. طبعا قال: نعم. فأتاه الخبر عند أهله، هذا أبو بلال عاد راح يعني صار يسير عند أهله يعني ليلة من الليالي وهو عند أهله، أتاه الخبر أن ابن زياد أراد قتلهم غدا. عجيبة، وصل الخبر هناك أن خلاص ترى مأمور بقتلكم بكرة. فرجع أبو بلال إلى السجن. لما عرف أبو بلال أن القتل بكرة قال: أرجع إلى حتى أقتل. كيف؟ بعد أن قال له أهله: اتق الله في نفسك. يعني هو الآن مع أهله وجاء الخبر أن بكرة ترى أمر الوالي بقتلكم، قال: طيب إذن أرجع إلى السجن. أهله يقولون له: اتق الله في نفسك، كيف تمشي تقتل؟ أتريد؟ قال إيش قال؟ ماذا رد أبو بلال لأهله؟ يقول: أتريدون أن ألقى الله غادرا؟ يعني أنا واعدنا صاحب السجن أرجع، وإذا ما رجعت من الذي سيحاسب؟ السجان. أتريدون أن ألقى الله غادرا؟ وقال للسجان، رجع طبعا، وقال للسجان: قد علمت رأي صاحبك، له الوالي، أنا عارف، رجعت لأني عرفت رأي الوالي أن الوالي ناوي يقتل. قال: أعلمت وجهت؟ سجان مستغرب، يعني أنت جاي وأنت عارف، ربما عاد وهو لا يعلم أن القتل غدا. قال: أعلمت وجهت؟ قال: نعم. فقتل ابن زياد من في السجن، فأخبره السجان بفعله. هذا السجان في قصة أخرى، في رواية أخرى، كان ضئرا لابن زياد، كان أخاه من الرضاعة، فعندما أراد
ابن عبيد الله ابن زياد أن يقتل أبا بلال ترجاه. قال أخبرك بقصة هذا الرجل، أخبره بالقصة أنه كان يأذن له في المبيت عند أهله، ولما علم بخبر القتل رجع، فأبو بلال رجع. ابن زياد طبعا إكراما لشفاعة السجان وإكراما لأبي بلال ووفائه أطلقه وتركه ولم يقتله. هذه من قصصه الرائعة.